بنرحب فيكم بهاي الفقرة لكل الناس اللي عندها حيوانات أليفة بالبيت. بدنا نحكي عن موضوع مميز اليوم، اللي هو إنه الأمراض المزمنة ما بتصيب فقط الناس، يعني الإنسان، هي بتصيب كمان الحيوانات. ومعانا اليوم الدكتور نسيم النعيمي، طبيب بيطري. بنرحب فيك بالاستوديو معانا. أهلا بك. هذا الموضوع أنت حكيت لي قبل ما ندخل إنه، وأنا يعني اندهشت من أشياء سمعتها، فشو رأيك تشارك المعلومات هاي للمشاهدين؟ تمام، راح أستعرض شوية أمراض ممكن تصيب الحيوانات الأليفة ونحكي شوية تفاصيل عنها. راح نحكي أول إشي عن الفشل الكلوي. كتير ناس ما بتوقع أن الحيوانات ممكن تصيبها فشل كلوي، بس بصيبها بنفس الجريدينج تاع البشر، يعني بصير في مرحلة أولى، مرحلة ثانية، مرحلة ثالثة، ومرحلة رابعة، وطبعاً المرحلة الخامسة هي الأخيرة. طبعاً الفشل الكلوي ممكن يتم معالجته طبعاً في الحالات الحادة، بس في الحالات المزمنة صعب يتم علاجه. هو كيف بيصيبهم يعني؟ عادة الحاد بيكون نتيجة لتسمم، ممكن نتيجة لالتهابات، أو ممكن نتيجة لضربات، يعني حادة سيارة أو شيء يسبب عندنا التهابات حادة. أما الحالات المزمنة الجينات لها دخل، التغذية لها دخل، وحتى لو في عندنا نحن التهاب حاد ما تم العناية فيه بشكل كافي أو ما تم السيطرة عليه، وقتها راح يتحول لمزمن ويصير في عندنا التهاب فشل كلوي. طيب وموضوع السكري؟ السكري كثير في ناس بيحكوا عنه. راح احكي اللغط الموجود بس مش معناته انه صح، اللي هو موضوع السكر. السكر لما ينعطى للكلاب او البسس ما بيسبب لهم سكري، بيسبب لهم مشاكل اخرى، بس السكري مش واحد منها. السكري بيصيبهم نتيجه لالتهام الاكل اللي فيه دهون عاليه او زياده الوزن. بتعرف احنا عندنا كلب بالبيت، ودائما انا واخوي بنتخانق على هاي الشغله، انه انا بقول له حرام خلينا نعطيه اكل، كل الناس بيعطوا كلابهم اكل وهيك، وهو ما يقبل يجيب لي هذا البسكوت تبع الكلاب. نعم. صار عمره 8 سنين 9 سنين وهو لسه، طب نفسه الكلب يعني بقول لي لا بصير عنده سكري. وابصر ايش الاكل الجاهز هو بكون يعني كل شيء بحتاجه الكلب تاعنا موجود فيه. نحن التغيير كبشر نحتاجه بحياتنا، بنحبش الروتين بالاكل بالحياه بالنظام. الحيوانات انسب لها دائما تعيش حسب روتين معين، يعني في حال مثلا اللي بيربوا كلابهم على اكل معين، في حال لو غيروا الاكل شوي صغيره دغري راح يصير عندهم مشاكل بجهاز الهضمي مثلا. دكتور كيف احنا بنقدر نعرف انه الحيوان اللي عندنا صار عنده سكري؟ واحد من اهم الاعراض للسكري اللي هو زياده شرب الماء وزياده في التبول وفقدان الوزن مع وجود شهية كبيرة للأكل. في أعراض تانية بتصير على الحالات المزمنة بس طول السكري بدون ما يتعالج، اللي هي مثل الكاتراكت المي الزرقاء، وبالبسس عادة بتصير مشاكل بالجهاز العصبي خصوصا بالوقفة تاعتهم الأعصاب البريفرال الطرفية. طريقة احنا حكينا بالنسبة للمانجمنت انه هذا ما زي الكبار يعني ما في له علاج الا غير الانسولين هالشغلات. طب شو رايك تعطينا امثلة امراض تانية انه مزمن ممكن تصيب الحيوان؟ ممكن نحكي عن الغدة الصماء مثل الغدة الدرقية، الغدة الكظرية هو زيادة افراز الغدة الدرقية او نقصانها، ونفس الشيء بالغدة الكظرية. بياخذوا ثايروكسين كمان؟ بياخذوا ثايروكسين او بياخذوا الادوية المخفضة لهرمونات الغدة الدرقية. كيف طب بنعرف انه واحد عنده كسر الغدة الدرقية؟ عادة كسر الغدة الدرقية بيصير أكثر بالكلاب، من يعني نادر جدا ما يصير بس عادة بيصير بالكلاب، بزيادة بالوزن، بيصير بتغير الوجه، بيصير مسميه ساد فيس، ممكن الكواليتي جودة الشعر تاعهم بكون أقل. وبيزيد وزنه كمان؟ بيزيد وزنه طبعا. زي الكبار زي الإنسان. نعم. ونقات القلب، يعني عادة بس يجي الكلب على العيادة بيكون دقات قلبه أسرع من الطبيعي، فلما نفحصه بنلاقيها لا نورمال أو بلو نورمال، فبنتوقع إنه في عنده مشكلة، بنعمل طبعا فحوصات اللي هي الغدد الدرقية. شكرا لك كثير على هاي المعلومات القيمة، بتمنى إنه الكل استفاد من هاي المعلومات، وكل حدا عنده حيوانات أليفة بالبيت إنه استفاد من هاي المعلومات، لأنه هم زيهم زي الإنسان ممكن يصابوا بأي أمراض، فبديروا بالكم عليهم، وأول فحص عند دكاترة البيطرية.